برضو أهلا وسهلا متابعينا، نلتقي للمرة الثانية. احنا كنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت على الهوت واير انيمومتر، وقلنا إن عندي السنسور، عندي البروبز، عندي الكيبلز، عندي الويتستون بريدج، عندي السيرفو امبليفاير، عندي السيجنال كونديشننج، عندي الداتا اكوزيشن وعملية الانالوج للديجيتال كونفرجن، عندي بحاول بقى العلاقة من ان بقى عندي تايم وفولت، بيبقى عندي تايم وفيلوسيتي، وبعدين بروح الى الداتا اناليسيس. نستكمل الان الكلام على البروبس. طيب ادي السنسور اهوت، وادي البروب اللي حوالين السنسور. هنقول فيها ايه؟ اتكلمنا على الايديال ترانسديوسر والريال ترانسديوسر وشفنا الفرق بينهم. البروبس ديت تكون رانج ازاي كده اهوت، ماسكه السنسور من الستانلس ستيل او من النيكل، وبيكون فيها البروب بادي بعد كده. وده السنسور نفسه زي ما اتفقنا، طول 1 ملم 2 ملم، والدايمتر في حدود ال 5 مايكرون، عاده مصنوع من التنجستن او البلاتينم. البروب بقى هنا يهمني شويه حاجات، يهمني الدايمتر يكون كبير ولا صغير. الدايمتر بتاع السنسور انا عايزه يكون كبير ولا صغير، خد بالك كل ما هيصغر كل ما السبيشال ريزولوشن هتتحسن، لان هقرب من ان بقيس في نقطه صغيره قوي، صح؟ هقرب ان انا بقيس في نقطه مش في فوليوم. كل ما هيصغر كل ما هيصغر الفريكونسي ريسبونس اكيد هتتحسن، لانه الثيرمال انرشيا هتقل. جميل، بس هو يتقطع، بس هو يتقطع، ماشي؟ هتبدا تسالني بقى خد بالك انت بتقيس في ايه؟ لانه لو بتقيس في هواء مثلا محمل تراب هيتقطع، لو بتقيس في ميه محمله اي نوع من يعني سوليد بارتكلز كده صغيره هتتقطع، ماشي؟ فاذا في انواع من الوايرز تصلح للهواء النقي جدا هيكون الدايمتر بتاعه قليل، جميل. لكن لو ابتدى يبقى عندي شوائب كتير لازم غصب عني الدايمتر هيزيد. الدايمتر لما يزيد هيعمل معايا ايه؟ هيخلي التايم ريسبونس يسوق ومش قادر الاحق الايديز المتلاحقه السريعه، جميل. الاسبكت ريشيو، الطول على الدايمتر اللي على دي، ده الاسبكت ريشيو بتاعتي، نسبه الطول الى الدايمتر. يعني لو قلنا الطول ملي والدايمتر 5 مايكرون، الملي دي يعني 1000 مايكرون، يعني هنا الاسبكت ريشيو لو قلنا الطول ملي والدايمتر 5 مايكرون، الاسبكت ريشيو هنا اللي على دي في حدود ال 200، جميل. عايزها انت صغيره ولا كبيره؟ عايزها كبيره علشان تنقص الكونتاكشن لوسز اللي رايحه للسبورت، لان دي في ذاتها مشكله. دلوقتي مش احنا متفقين ان انا بسخنه، فبالتالي السبورتس دي ميتال هتبدا الحراره تتنقل لها بالكونتاكشن. انا عايز الال على دي تكون كبيره علشان انقص الايه؟ الكونتاكشن لوسز الى السبورت. طيب نستكمل كلامنا في البروبس. فتشوم يرحمكم الله يا ابو سريع. لا مش انا اللي عطست يا دكتور، يرحمكم الله يا مصطفى، مش انا اللي عطست يا دكتور، يرحمكم الله يا علي، مش انا اللي عطست يا دكتور. يبقى في واحد غريب في وسطينا. عموما حيث ان العطس ده مش قاعد جنبنا فنقدر نستكمل المحاضره في هدوء ومش مشكله. تعالى بقى نتكلم، حيث ان احنا قررنا نستكمل المحاضره بعد العطس ما طلع من برانا الحمد لله، يعني نقدر نستكمل الكلام على الماتيريال بقى اللي مصنوع منها السنسور، ماشي؟ الماتيريال اللي مصنوع منها السنسور. الوضع المثالي انت عايز ايه؟ انت عايز التمبريتشر كوفيشن اوف ريزيستنس عالي، اللي هو مين يعني؟ اسمه ايه؟ اللي هو الالفا ده. اشمعنى يا دكتور؟ ليه ده لازم يكون عالي؟ علشان خاطر السنسيتيفيتي تعلى. ما هو ده لما يعلى يبقى تغير في المقاومه مع تغير درجات الحراره حاد كبير، انا عايز ده كبير، ماشي؟ عايز ميكانيكال سترينث عالي طبعا، عايز اوكسيديشن ريزيستنس. يا جماعه مش انا هسخنه، مش انا همرر فيه تيار عشان يسخن. يحصل ايه بقى لو اتاكسد؟ يحصل ان كل مره البروبرتيز بتاعته مختلفه والالفا والبيتا بتوعه مختلفين، وحلني بقى لو خدت مني قرايه صح. ويعطس زي ما انت عايز. كل القرايات غلط، مش هتفرق بقى تعطس ولا ما تعطسش. عايز الثيرمال كونتكتيفيتي قليله عشان الحراره ما تتسربش الى البرونجز. عايز يكون كوميرشالي افيلابل في الدايمترز الصغيره، ده احنا بنقول يا راجل الدايمتر 5 مايكرون، يا راجل بسهوله يعني تلاقي حد بيصنع دايمتر قليل كده؟ طيب التنجستن السترينث بتاعه كويس بس الاوكسيديشن ريزيستنس مش كويسه. البلاتينم الاوكسيديشن ريزيستنس كويسه بس ويك، الاسترينث بتاعه مش كويس. طب نعمل ايه بقى؟
ما هي دي طبيعة الدنيا يا جماعة، طبيعة الدنيا طول عمرنا ان الخيار ده فيه مميزات وعيوب، والخيار ده فيه مميزات تانية وعيوب تانية. فهي الدنيا على كده يعني، ده مش جديد، احنا مش أول مرة كمهندسين نواجه الوضع ده، ومش أول مرة كبشر وبني آدمين نواجه الوضع ده. طب هنعمل إيه؟ هنعمل سبيكة منهم هم الاثنين، هنعمل حاجة خليط كده منهم هم الاثنين، حل في النص، تنجستن وماتلي بلاتينم. إيه رأيك بقى؟ تنجستن يبقى عندي الجود سترينث بس الأوكسيديشن ريزيستنس ضعيفة، حط لي حاجة الأوكسيديشن ريزيستنس بتاعتها كويسة. خلاص، واللي عايز يعطس يعطس، بس ايه يبقى يدينا ضهر ولا حاجه. جميل. وفي درجات الحراره العاليه بستعمل بلاتينم اريديوم الويز وبلاتينم روديوم الويز، زي السيرموكابل كده زي ما انت عارف. لما باجي اقيس درجات حراره عاليه بسيرموكابل بستعمل البلاتينم ريديوم والحاجات دي. بس طبعا لازم تبقى فاهم البلاتين ده اغلى من الذهب. طيب، يبقى اذا عشان نستكمل كلامنا عن البروبس طول الواير اتكلمنا عليه، لو انت هتقيس ايدي معينه، طب انا نيوميريكالي بعمل ايه؟ حد يقول لي كده يا دكتور نيوميريكالي احنا بنعمل ايه؟ نيوميريكالي انا لازم اخلي الميش سايز صغيره جدا بالنسبه للايتي عشان اقدر اريزولف الايتي. هنا في القياسات بخلي البروب لينس اقل بكتير من السايز بتاع الايتي، نفس الشيء. الاسبكت ريشيو خلاص اتفقنا ان هي تكون عاليه علشان تمينيمايز الايفكت بتاع الاند لوسز ولا سيما الكونتاكشن. بنحارب الاوكسيديشن ماشي، والتمبريتشر كوفيشن اوف ريزيستنس بيكون عالي. هتقول لي طب ما ايه رايك ننزل بالدايمتر اقل كمان من 5 مايكرون؟ هقول لك مش سهل انه صناعيا يتنفذ. كان نوت بي درون ويز ريلابل بارامترز بقى، دي المشكله. ماشي. التنجستون وايرز اهيت مثال عليها، البلاتينم واير اتكلمنا على الحاجات ديت، واتكلمنا ان انا ممكن اجيب تنجستون ويبقى مطلي بلاتينم. دي بعض الخصائص، مفيش حاجه هنا حفظ طبعا، بس المعادله دي انت لازم تكون فاهمها. ماشي وحافظها، لكن بقيه الحاجات يعني تفهمها بس. ادي التنجستون مثلا، ادي لو 100% تنجستون اهو، لو 100% بلاتينم اهو، لو بلاتينم اريديوم اهو، لو بلاتينم روديوم اهو. ادي مثلا اعلى درجه حراره هتلاقيها هنا في بلاتينم روديوم. طبيعي لو هتستعمل درجات حراره عاليه عايز انت البلاتينم روديوم والحاجات دي. ماشي، التنجستن اعلى درجه حراره مناسبه له 300، البلاتينم 800. التمبريتشر كوفيشن اوف ريزيستنس اهو، التنسايل سترينث احنا متفقين ان التنجستن عالي، متفقين على كده من بدري. مين البلاتينم بقى ما شاء الله 2%، شوف الفرق قد ايه، 100 ضعف اقل. واحنا حليناها ان هنجيب تنجستون ونطلي بلاتينم. السبيسيفيك هيت اهيت، الكونفكتيفيتي اهيت، الدنستي اهيت، الدايمترز المتاحه في التنجستون من اول 5 مايكرون. البلاتينم عنده ميزه انك ممكن ايه تعمله على دايمترز اقل كمان. جميل جدا. البروبز بقى عايزك تستوعب معايا نقطه مهمه، معلش، ان هي ممكن تكون واير وممكن تكون فيلم. يعني ايه الكلام ده؟ الواير بيكون الدايمتر قليل قوي وسهل جدا يتقطع، يعني يديني سبيشال ريزولوشن ممتازه ويديني فريكوانسي ريسبونس ممتاز، ديناميك ريسبونس ممتاز. الفيلم اهو بقى تخين كده شويه وماسك نفسه. يبقى اول واحده ديت واير سنسور جولد بليت ومطليه ذهب. ماشي؟ لا اول واحده دي هي اول واحده واير سنسور بس، اللي وراها جولد بليتد واير سنسور، اللي وراها فيلم سنسور بس فايبر، اللي وراها فيلم سنسور بقى. شوف قد ايه تخين بقى، ده دايناميك ريسبونس قليل ولكن صعب جدا يتقطع. جميل. برضو عايزك تستوعب معايا في البروبس بقى الشكل الهندسي للبروب نفسها. مش احنا اتفقنا ان دي لما تخش الفلو ما تاثرش على الفلو؟ بص بقى انا عامل ايه؟ عامل باوندر لاير تايب اهو، شايف دي؟ تخش تبقى انت بتقيس بالواير هنا وجسم البروب نفسه بعيد عن الشيء اللي بيتقاس عشان ما ياثرش عليه. خلاص، وفي اشكال مختلفه زي ما انت شايف. ماشي، بس انا عايزك برضو تاخد بالك ان كل ده سنجل بروب، يعني هتقيس الفلوستي العموديه على الواير فقط. يعني مثلا هنا انت هتقيس الفلوستي كومبوننت ده، هنا بقى هتقيس مين؟ الفلوستي كومبوننت ده. وانت بقى لف البروب زي ما انت عايز، بحيث انا دايما هقيس الفلوستي كومبوننت العمودي على الواير المتعامد على الواير. جميل. طب افترض بقى يا دكتور عايزين نقيس الاكس والواي، يعني اليو والفي. هنعمل حاجه اسمها دوال سنسور بروب اللي هو الاكس بروب، دي هتقيس اليو والفي. طب يا عم واحد قال لي انا عايز اليو والفي والدبليو، اقول له والله ما انت مزعل نفسك، روح يا شيخ ربنا ما يزعلك ابدا. تريبل سنسور بروب هتقيس اليو والفي والدبليو، بس خد بالك دي هتبقى اقعد اقعد واقعد بكتير، اقعد في المعايره واقعد في التشغيل وكل حاجه. جميل. ادي نموذج لاكس بروب اهو، ادي نموذج لايه؟ لتراي اكسيال بروب. طبعا من العبث ان انا يكون عندي فلو 1 دي واحط له بقى اكس بروب، من العبث. ماشي؟ يبقى انا عشان اختار البروب سعر
فريكوانسي ريسبونس، مساله بقى تتصلح ولا ما تتصلحش. لازم تبقى فاهم ان الوايرز عموما ممكن انت تصلحها في المعمل لو امكانياتك عاليه، لو معاك ميكروسكوب ومعاك سلك ممكن تحت الميكروسكوب تصلحها انت بنفسك. الفيلم بروب غير قابله للاصلاح، لازم تبعت الشركه، لكنها عموما احتماليه تتقطع قليله. الفريكوانسي ريسبونس بتاعها اقل شويه طبعا نتيجه ان هي كبيره، بتصير من الانرشيا بتاعتها عاليه. كانوت بي ريبيرد، انت مش انت اللي تصلحها، الشركه اللي تصلحها. هي كمان ممكن تكون الكتريكال انسوليتد ومحميه من الميكانيكال والكيميكال اكشنز طبيعتها، عشان هي راجل، عشان هي تخينه، وده اللي خلى الفريكوانسي ريسبونس بتاعها يقل. ده نموذج هنا مثلا على يقارن بين الهوت فيلم بروب والهوت واير بروبس. ماشي، وكده احنا استكملنا الكلام على البروبس. احب بس افكرك تاني الصوره الكبيره، احنا بنناقش الهوت واير، بنناقش مكوناته المختلفه، اتكلمنا على السنسور، اتكلمنا على البروب، ولسه هنتكلم على الكيبلز والويتستون بريدج والسيرفو امبليفاير والسيجنال كونديشننج، ان هو تحط انتي الياس فلتر، تحط حاجه تشيل الاوفست، تحط حاجه تعمل امبليفيكيشن، وادي الداتا اكوزيشن كارد، وبيكون عندي معايره بحول الفولت اللي خارج الى فيلوسيتي، وبعدين في المستقبل اذا قدر لينا نتكلم على الداتا اناليسيس. الهدف ان تفهم كل واحده من دول بعمق، تفهم الانترفيس بينهم، وتقدر تستعمل الهوت واير بتاعك، تقدر تبني سيركت اذا اردت، ومش صعب على فكره، بس لو هتبنيها هنصحك تبنيها كونستنت كارنت بمحاذيرها طبعا، انك ما تشغلهاش في منطقه يدخل لها كارنت عالي يحرقها، لان دي اسهل في البونه. ماشي، والهدف انك تبقى قادر على استعماله، وقادر على قراءه الابحاث اللي اتعملت دي ومقارنتها بنتائج نيوميريكال او بنتائج مقاسه سواء بتاعتك او بتاعت غيرك. وعايزك تبقى فاهم كمهندس انه ما فيش حاجه هي تمثل الحل الامثل في كل شيء. زي ما انت شايف هنا انا عايز سبيشال ريزولوشن يعني رائعه جدا، يعني لازم يقيس في نقطه، ده مش نقطه. ماشي، لازم تفهم انه ما عنديش حل مناسب في كل شيء، وعشان كده لازم تفهم انه هيبقى فيه دايما اختلاف بين المتقاس واللي محسوب، ولا احد فيهم يعبر عن الحقيقه المطلقه، لكن كل منهما اذا اتعمل صح يعبر عن نسبه عاليه جدا من الحقيقه، 80 90% 95% من الحقيقه، حسب قد ايه الواير ده صغر، حسب قد ايه المعايره تمت مظبوط، حسب قد ايه ما عملتش انا انترفيرنس للفلو، حسب قد ايه طبيعه الفلو اللي جايه انه بقدر الامكان انا الحاجه الوحيده اللي بتتغير هي اليو مش الباقي. نترككم في رعايه الله وامنه، وهذا الدكتور عبد الماجد ابراهيم يحييكم، ونلتقي ان شاء الله في الجزء الثالث.